مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع قصة جديدة لشهيدة من شهداء الثورة الجزائرية المنسيين، وهي الشهيدة غزالة بنت عمار. وقبل أن نبدأ نتمنى منكم ضغط زر الجرس ومتابعتنا ليصلكم جديدنا أولا بأول. الشهيدة غزالة بنت عمار شهيدة من شهداء الأوراس، وتعرف أيضا باسم غزالة بنت الأوراس، وهي تنتمي لولاية تبسة في جبال أوراس مامشة. هذه المرأة ابتكرت أسلوبا جديدا في حماية شرف النساء إبان الثورة التحريرية، حيث أنها كانت بمجرد سماع صوت محركات شاحنات العدو الفرنسي تصعد مباشرة لسطح بيتها وتصيح على نسوة الدوار، فيأتينها ركضا نحو الحوش الذي يستعمل لدرس الحبوب من قمح وشعير. فتتجمع الفتيات والنساء وتمسك كل واحدة بيد الأخرى، ويتحولن إلى كتلة بشرية واحدة غير قابلة للاختراق. فإذا حاول الجنود سحب امرأة جميلة أمسكت بها عشرات الأيادي، فيحول ذلك دون الاعتداء عليهن. كما أنها ابتكرت عصير البصل الذي يوضع في زجاجات وترش به المرأة جسدها كلما اقترب العدو منها، مع تلطيخ وجهها بالفحم المتراكم على القدور من أثر الحطب. وعندما اكتشف العدو الغاشم بأنها الممثلة للثورة في غياب الرجال، قصدها ضابط فرنسي وحطم قفص صدرها بعقب رشاشه، فاستمرت تتقيأ الدم لمدة 3 أيام كاملة حتى فرغ جسدها، ومنه لفظت أنفاسها الأخيرة. وقال المصور الذي التقط هذه الصورة المعنونة ب المرأة الحرة بنت جبال الأوراس: لم أخف في حياتي كما خفت لحظة التقاط هذه الصورة لهذه المرأة في الأوراس، فتغمدها الله سبحانه وتعالى برحمته وتقبلها في شهدائه. دمتم في رعاية الله وحفظه.